مشاكل السنين وبرشا حاجات تقلقنا برشا اليوم، خاصة وقت اللي تتكسر الزرسة نتاعنا. اي نعم، وقت اللي تتكسر ساعات واحد يطيح، ساعات فجأة تتكسر تبدا مسوسة من بعد تتكسر فجأة. شنو ما الحلول؟ اسكو معناها نجموا ندخلوا تدخل صغير هكايا مثال علاج صغير، والا يلزمها تتقلع ويلزمنا نركبه والا نزرعه؟ حاسيلو عديد الاسئله. حاضر معنا الدكتور، خليني نقول قبل كل شيء الوسيم، ها الدكتور طبيب الاسنان بديس المليكي. مرحبا بديس. عايشك، ميرسي ميرسي على الاستضافه. مرحبا بك. انا نفرح لك كي نلقاو لك دي جون، معناها بالحق ما احلاهم كل شيء. نفرحوا على الاخر. دونك ولا تونس بخير والصحه في تونس بالحق في بخير، قداش نبداو فخورين. الوغ دكتور بيه. انت تعرف خاصه هي تبداو من الاول بشويه بشويه باش نفسروا به. مثال واحد زرته تكسرت، تقعد مثال لقشة صغيرة ولا تقعد سافا شوية كي يقول لك برشا، يقول لك هيت نقعد بيها نقعد بيها وناكل عليها وعادي. اسكو هوني معناها كي تتكسر الزرسة نمشيو طول الدونتيس ونقوموا بالإجراءات اللازمة، وإلا كي توانسة الكل اللي قاعدين يتفرجوا فينا ونعرفها، ما نعرف برشا توا خاصة يتابعوا فيا، يقول لي يا سمية عندك الحق، رأيك كي تتكسر الزرسة نقعدوا بها ونكملوا بها. بالضبط يا سمية، ديما فما معناها مش كان في الشعب التونسي، العبد الكل اون جينيرال يخافوا من لي دونتيست ومن لي ميدسان، يقول لك تكسرت منها شويه عادي نعيش بها، اللي تعيش وقت اللي توجعني تنمشي نقلعها. صحيح. الوغ كو من المستحسن ديما البريفونسيون خير من انك باش تعمل دي سوان، بلوتو خير من انك باش توصل تقلع ولا باش تركب ولا كل شيء. دونك اول حاجه باش نحكيو عليها هي الوقايه. من الاول كي تتكسر الزرسه ولا فراغمون صغير من الزرسه والا تسوس ويتنحى الكورون يعني الغلاف الفوقاني وتقعد من الاول فما دي بودراسين نقولوا نحن بالتونسي كما قلت انت مقعمره شويه هكاك اي وخاصه نبدا لسان هوني لسان ديما يمشي لها مع الزرسه ديما يمشي لها ديما يمشي غاديك سي نورمال عادي على الاخر. برشا عباد ما يعرفوش اللي هي تتصلح، فما برشا ديكا تنجم تصلح فيهم بيان سور، ومش ليكا الكل لازم يمشي يعمل كونستاسيون عند الميدسان الطبيب نتاعو، يعمل اشعه، يعمل راديو، ما نعرفش اسكو ينجم يعمل في الكابيني ولا يمشي يعمل سولون يعني الطبيب شنو عنده سولون الحاله، والميدسان هوني اللي يقرر هو اسكو تتصلح ولا تتقلع. بيان سور بيان سور. لازمكش تمشي للطبيب تقول له قلع حالي بربي راني، لا لازمك تمشي تعدي عند الطبيب في كونستاسيون ويقول لك سولون الاشعه يعمل لك دي راديو دي كوب دو راديو يشوف لك ليتاب تاع الجذور الداخل يعني لي راسين سافا ولا بليزيور كا تتصلح. دايور انا وقت حكيت معك في الاوف وريتك دي كا نتاع معناها فما دي راسين شوفوا فيها توا يعني فما تبدا راسين موجوده مكسره. اي واحد كيشوفها باش يقول هذا شيرمون لازم تتقلع شيرمون. الور كو لا تنجم تعمل عليها معناها الطبيب هو اللي يعالج الجذور هذوك موجودين الفوق، نعمل عليهم كيما التونون باش نكبرهم شويه ولا برشا حاجات اخرين نجمو نعملوهم كل كا كيفاش تفرق فينالمون باش تحصل على هكا اموانيون صغير نتاع زرسه بعد راكب عليه الغلاف. علاش احنا ديما عندنا التخيجي نتاعنا انه زرسه تكسرت شويه الحاجه الخايبه فينا احنا، خليني نقولها لك معناها نكملوا بها والا تمشي طول معناها تاخذ ديسيزيون نتاعك ديما فما خوف بريفيرونس توا هكا ديما عند التوانسه ديما فما خوف من الدونتيست يقول لك باش يوجعني باش فوبي طورت برشا سانسيرمون كنت عندي فوبي من الدونتيست ما نكذبش عليك بون تنحات مع الوقت توا سي بون، مي خاصه كي تقلع الزرسه هي اللي توجع شويه. دونك فوالا فما شويه تعب من بعد اما سيرمون كي باش تقلع على البنج معناها يحميك من الوجيع ما تحس حتى شيء هكا الخدمه اللي خدمها لك الدونتيست ما تحس فيها حتى شيء كان دقه صغيره نتاع البرا وساعات راك ما تحس حتى شيء زاد. نبقاو نحكيو في الزرسه المكسره هوني كيف كيف زاد صغار وكبار كل السوسه اللي تاكل لي غاسين خلينا نقول انا الجذور هذوك فيهم تصليح دكتور؟ الجذور ينجموا اوزر السوسه من داخل انت كي تشوفها بالجلمه بعينك انت قاعده وتشوف فيها باش تشوفها ما نقطه كحله على كالجذر هذاك الجذع هذاك ينجم ينضاف ويطلع السوسه ماهيش غارقه برشا ماهيش تخي بروفوند. احنا وقتها الميدسان يمشي ينظف البارتي نتاع السوس مش ديما راهم ما نحبش نغلط العباد يعني فما ديكا حالات معينه تستحق فيهم الخلع فما حالات لازم تنحي ولازم تولي تركب اما انا نحكيو على الوقايه لازمك تنجم تنظف وتخرج منها كيما فسرت لك قبيله شويه يعني حاجه ريكونستيتيوسيون هكا
تربطها تربط الجذع بالبارتي الكورونير يعني الفوقاني، بعد تركب عليها غلاف وترجع مثل انت نفرضوا مثل نمشي معك انا هوني نمشي معك مثل بلون بي انا سي بون صلحتها وما قلعتهاش وكل شيء، قديش تنجم تقعد لي معناها صالحه؟ هذاك شو امور عند لازم يجين باهيه، لازم العبد ينظف بالكدا سنين الماكله معناها لازم تسيس على السنين الكل، حتى السنه عاديه لازم تسيس عليها، اون جينيرال كلش عليها حاجات يبسى برشا حاجات السنين الكل مثلا كاللي يشد تفاحه يقدمها بالقوي ولا تسيس واحده واحده حتى السنين الاصليين معناها حتى السنه الناتوريال لازم العبد يبدا ياكل واحده واحده به اوكاو دخلنا في معناها تكسرت السنه ولا واحد مقلع عنده برشا ولا كل شنو هي الحلول تركيب معناها تركيبات لازم نعملها؟ باش نسالك هوني فركلا بديس هكا اول باساج وزي حافل درس كله فركلا عليك دونك حضور ممتاز. حبيت نسالك هوني شنو ما انواع التركيب اليوم؟ فما شكون يجي مثل باسيون يمشي للدونتيست يقول له مثال نحب نركب ويمشي يبدا يتسائل يقول له مثال راني يعني نعرف مثال فما زراعه اسنان وفما تركيب اسنان، شنو الفرق بيناتهم دكتور؟ باش نبسطوا الحكايه بالضبط فما نبسطوا المعلومه بالكلام جدا يبدا سهل على الاخر، خاطر اكثر سؤال يسالوه العباد لي دونتيست نحب نركب شنو هي الحاجه اللي نجم نركب؟ وماذا بيا شنو هي الحاجه تدوم لي اكثر؟ شنو هي الحاجه اللي تدوم وشنو هي الحاجه اللي ما تكلفش برشا وشنو هي الحاجه اللي ديما الاسئله تتعاود نفسها، اما اون جينيرال ديما يجيك يقول لك نحبك تركب لي زرس نحبك تركب لي مجموعه نتاع زروس، هذاك هو اكثر سؤال يتعاود خاطر العباد ما عندهاش فكره على الموضوع بالضبط. سؤال على الاخر يتقسموا لثلاث، فما التركيبات المتحركة ثلاث أنواع داكوغ، فما التركيبات المتحركة التركيبات المتحركة هما دي بروتيز يتنحاو يركبوا كيما باش نشوفوا في التصوير هكا عطيتهم معناها حاجة تتحط محطوطة تركب تعدي بها النهار كامل كيما قاعدين نشوفوا التصويرة معناها هوني دكتور تركيبة متحركة معناها مثل نقلع ونركب وقت نحب أنا هذايا ديما أون جينيرال نعملوها دي سوليسيون بروفيزوار مثلا قبل ما تعمل التركيبة الثالثة تنجم تعملها فما عباد نقص على المظهر الجمالي معناها تجميلية فما عباد نقص لي مويان نتاعهم يعملوا حاجات يعني ما تكلفش برشا في القدرة الشرائية نتاعهم ولا فهمت يعملوا حاجة ماهيش غالية برشا هكا عديوا بها شويه لين ينجموا يعملوا حاجه ثابته. نمشيو بالمرحله بالمرحله، هوني انا مش راكب هذه اللي هي تتحرك، ما اللي هي معناها نتحكم فيها كيما نحب، انا راكبها كيفاش نجم نستحفظ عليها؟ في الليل قبل ما ترقد تنظفها، فما برودوي سبيسيال تتحط فيها، وتنظف سنيك عادي، عباره سنيك نورمال، وتاكل عليها نورمال ما تقلقش الغب، ديما تعمل كونسلتاسيون عند الدونتيست باش هو يتفقد ليتا نتاع الغب، تلقى الجونسيف فيها انفلاماسيون ولا تلقى حاجه ينظف لك ديما امورك مريقله. ديما سيت اون سوليسيون بروفيزوار، خاطر بالحق لازم ديما العبد يخمم في التركيبات الثابتة هو المستحسن معناه ننصحوا احنا بطبيعة التركيبات الثابتة حتى التركيبات هذه المتحركة المتحولة ما تنجم انت مثال على طويل ولا حاجة دونك تسوس ومعناها ماهيش ما ننصحوش بها به نمشيو للتركيبة الثانية اللي هي التركيبات الثابتة التركيبات الثابتة هما اللي نقولوا نحن ليبريدج أكثر كلمة كدارجة في المجتمع بتاعنا نقولوا ليبريدج باش نمشي نعمل بريدج ليبريدج هما شنو؟ هما التركيبات الثابتة ناخذوا الزرسة منا ولا سنة منا وسنة منا ونحاولوا نملاو الفراغ بيناتهم يعني نبردهم شوية ونحط عليهم تركيبات ثابتة هذوما كيف فما قاعدين نشوفوا التصاور هذوما تركيبات اون جينيرال يدوموا بالكدا بالكدا قديش على الاقل هكا تمني شوية خاطر كل غنية تمني فهمت قداش تقعد تعطيك لمحة صغيرة على الموضوع سنتك العادية قداش تنجم تعيش ما شاء الله ما تنجمش تعرف لا والله ما شاء الله ما تنجمش تعرف علاش خاطر بالحق كل واحد الاستعمال نتاعو كل واحد ونظافته انا اللي جاي حتى دكتور معناتها باش نفضلك معك شويه سنتي العاديه ربي عطيها لي هذه باش تعطي فيها فلوس هذه فيها فلوس معناتها قداش تنجم لا تشد سنين وسنين تخاف فيها نطمئنوا معناها تشد مديده تنساها تعيش بها بالكدا تبدا مخدومه بالكدا تبدا سيرتو تنظف يعني مش فما شكون يجيوني ديما يركبوا حاجات هكا يقول لك راني مانيش يعمل كونترول لحاجه تحسها ماهيش نظيفه البلاصه صحيح تقول علاش ما تنظفش يقول لك يا اخي المهم مركبه شو يصير لها تنظف كيف تنظف سنين خاطر تشد لك الماكله بحذاها تنجم تسوس لي بحذاها السنين الاخرين فهمت هذوما التركيبات الثابته منصوح بهم فما ديكا معينين ما نجموش نعملوهم يبدا الاكستريميتي دخل قداش من سيونس على الاقل في التركيبات الثابته مثال تنجم
في قداش من سيونس باش نعمل. الحقيقه راهي تطورت على الاخر تو الدنيا ولات لومبرات يعني ناخذ سكانير انترا اورال هي اللي تعدينا الخدمه تري رابيد يعني تاخذ لومبرات. هذه في صوره ميل بلاصه موجوده معناها الزرسه مقلع سينو الزرسه مكسره نقلعوا بالطبيعه هذا اذا في حاله ما معناها الدكتور هو اللي يقرر معناها انه نقلعوا ترتاح شويه الزرسه ومن بعد معناها لومبرات وبعد تركب تاخذ لومبرات اليوم حتى بعد ثلاثة أربعة أيام تنجم تبدا تركب فما شكون حتى أقل. أما لكن هذا بعد ما تصير سيكاتريزاسيون يعني ما نحكيو على بيريود نتاع 10 أيام 15 يوم كل حالة وكيفاش مرضى السكري مش كيما العباد العاديين فما اللي يستحقوا شوية. شنو يختلف دكتور؟ في شنو؟ مثال كي قلتي تو مرضى السكري ولا حاجة معناها السيكاتريزاسيون تبدا شوية العظم يبدا شوية باش تصير الريجينيريسونس باش يرجع العظم كيما كان قبل يبدا شوية عند المرضى الكبار في العمر صحيح دونك سي نورمال عادي على الاخر نستناو أكثر ساعات من 10 أيام من جمعتين دونك هذه التركيبات الثانية اللي حكينا عليها التركيبات الثابتة نمشي للثابتة اللي هي زراعة الأسنان زراعة الأسنان نصور الناس الكل تحكي عليها ناس نقولوا احنا ناس هاي هكا اللي عندهم برشا فلوس هوني نمشيو لزراعة الأسنان شوف هو حتى التركيبات اللي كنا نحكيو عليها التركيبات الثابتة باش نوريو بالطبيعة كيفاش تتم عملية زراعة الأسنان بالطبيعة السادة المشاهدين باش يشوفوا العملية بالضبط جوست حاجة بركة باش نقول في التركيبات الثابتة فما برشا انواع مش نوع واحد فما سيراميك فما سيرامو ميتاليك فما يعني تبدا نص ميتال ونص سيراميك هذه حسب القدره الشرائيه نتاع معناها قد ما تدفع قد ما تكون معناها اي هذيك هاي قد ما فهمني وفهمت السيده المشاهدين ذولي فهمتوا هذا فما تركيبات زيركون تتكلف برشا مش تكلف برشا ما ماش نحن ديما نخدموا حسب سوم العماده معناها ماش تكلف ياسر ما نهربوش العباد لكن كل قدير وقدره يعني فما تركيبات ثابته متوسطه يعني فيه كل واحد معناه بيجي نتاعو المهم يخرج فرحان شو من غير ما نحكيو اكثر على الفلوس خاطر بالحق هذوما سي دي زون غير ماهمش فلوس مش حاجه ديتاي راه ما ندخلوش فيهم احنا التوانسه راهو مع جمالنا ومع ضحكتنا ومع ماكلتنا ماك تعرف ناس شعب مخمخ نحب الماكله خويا بالضبط دونك لازم تتوفر السنه اون توكا الزيركون هو اكثر حاجه تقرب للقشره نتاع السنه يعني اكثر حاجه قريبه في اللون ديجا في التصاور ظهرينا قداش فما تونسيديتي في معناها تبدا السنه عباره سنه ناتوريل معناها ساعات ما يفيقش بها جمله العبد اللي هي مركبه خايفه تركيبة ثابتة نمشي تو زراعة الأسنان العوام الأخرى شهدت تطور كبير ياسر 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 يعني بالحق ولات حاجة سهلة على الأخر تري فاسيل مانيبيولي السنين كي تحطوا قداش تاخذ وقت دكتور معناها في نهار تم العمليه؟ لا تاخذ برشا وقت؟ تاخذ برشا وقت علاش خاطر لي زامبلون هذوما اوستيو انتجري تصير انتجراسيون تاعهم في وسط العظم يعني عباره باش تعمل جريف عباره باش تزرع حاجه في بدنك وتستناها تصير الانتجراسيون تاعها في العظم العظم يقبلها ومن بعد تنجم تركب عليها قداش هي فراجيل واحنا نركبوا عليها غلاف ونبداو ناكلوا بها فهمت؟ يعني واكثر حاجه ما تقلقش واكثر حاجه دوري دفي نتاعها كبيره برشا بيان سور تو فما عليها اقبال كبير معناها توانسه ولاو يفهموا شوف توانسه ولاو يفهموا برشا ويقراوا ما بيشجعوش برشا على الانترنت خاطر ديما تغلط الانترنت اما كي يمشيو يعملوا دي كونسلتاسيون عند الميديسان يفسروا لهم بالضبط اللي احسن حاجه هي لي زامبلون فريمون يعني حاجه نسبه النجاح نتاعها العمليه نتاعها توصل 97% تخي بيان يعني ما فماش قلق جامد وحاجه دوم دونك دوم برشا دوم بالكدا بالكدا سورتو كي يبدا العبد ما يتكيفش خاطر تعرف الدخان ما يعاونش برشا فك الانتيغراسيون في العظام تنجم يصير روجي للجريف انا عباره انت باش تزرع هذوما حاجه زاده سورتو الدخان والديابيت السكر برضه السكر كيبدا موش كيليبري يقلق شويه العظام ينقص بشويه بشويه ما يشدوش ياسر اكزامبل اما كي يبدا السكر معدل يبدا العبد لهي بدنه دخان ما يتقلقوش السنين كيفش برشا سواقر ولا ما يتكيفش جمله من المستحسن يعني عباره واحد نقولوا نحن بالعامين نبتت له زرسه جديده عباره عنده بالحق تخي بيان دونك شكرا لك دكتور باديس المليكي طبيب اسنان انا نحب نختم هوني برافو برافو دكتور بالحق انا نحب ديما في برنامج نهار الكازين وقت اللي يجيو بحذايا الاطباء وما شاء الله الاطباء اللي كانوا حاضرين في برنامج نهار الكازين محليهم بالحق يوصلوا المعلومه ببساطه بالحق الكلام الصعيب اللي ما نفهموش ساعات تمشي راهو طبيب يحكي معاك بسط لي المعلومه والله خاطر انا ديما نقول مشاهدينا نتاعنا يتابعوا فينا من كامل تراب الجمهوريه هذاك علاش نحاولوا ديما نبسطوا المعلومه ذولي فهمتونا على شنو نحكي دونك انا نشجعكم على
زراعه الاسنان بطبيعه، اما حتى التركيبه ثابته زاده بحق به برشا. المهم ديما ننظفوا سنينا صباحا مساء بالرسمي، رانا ننظفوا سنينا على خاطر ديما الساعات يبخلوا. الوقايه خير من العلاج بالضبط. تنجم وقت ما عادش تمشي له ولا تحاول تزيد. مرحبا بك نورتنا، ان شاء الله تكون حاضر معنا في حلقات اخرى. احنا مازلنا واصلين معكم في برنامج نهارك زين، وتوا باش نحكي وشويه اسبور وقايه تحضروا التابي والجوكينج نتاعك باش تبع الكوتش احمد شويه. يخف نهارك زين، مرحبا.